إذا حالفك الحظ يوما لتشاهد كسوفا شمسيا كليا أو حلقيا فلا تتردد أبدا أن تلغي كل مواعيدك من أجل تلك اللحظة، إنها لحظات لا تتكرر بل إنها الظاهرة الأجمل في السماء على الإطلاق، وإن شئت فقل إنها المنظر الرباني الذي يسلب العقول برهبته وجماله وروعته. فكسوف الشمس حدث نادر جدا، وحين يحدث في مدينة ما فإنه لن يعود إليها قبل نصف قرن على الأقل، ونقصد بالكسوف هنا الكسوف الكلي وأحيانا الكسوف الحلقي. فإن زارك الكسوف يوما فهي فرصتك التاريخية، وما عليك إلا أن تتوجه ببصرك إلى السماء لتشاهد عجائب تلك الظاهرة. ولطالما كانت ظاهرة الكسوف مرعبة للقدماء، فهي بالنسبة لهم رسالة قادمة من السماء بأن عظيما ما قد ولد أو آخر قد مات. وقد ظلت هذه المعتقدات سائدة عند مختلف الشعوب وبعض القبائل العربية حتى وقت قريب، بأن وحشا قد ابتلع الشمس، فتراهم يضربون على الطبول والأواني لإخافة الوحش حتى يحرر الشمس. فأنى لهم إن ظفر الوحش بالشمس فأطفأ نورها أن تعود لهم أشعتها التي يستدفئون بها وتقوم حياتهم عليها نهارا وليلا. لكن الجميل في الأمر أن حيلتهم تلك كانت تنجح على الدوام، فتعود الشمس للشروق. هل سبق لك أيها المشاهد أن شاهدت كسوفا للشمس؟ إن كنت فعلت حقا أو ربما درست عنه أو قرأت في الكتب، فإنك لا بد وأنك تعرف بأنه ظاهرة طبيعية تحدث بسبب عبور القمر مباشرة أمام قرص الشمس، فيسقط ظل القمر على الأرض ليحجب على القاطنين في تلك البقعة ضوءها. ويمتد عرض هذه البقعة في أعظم أحواله 270 كيلومترا، ليظل شريطا رفيعا جدا عند مقارنته بعظم مساحة سطح الأرض. وفي أكثر الكسوفات لا يكون بهذا العرض، بل أقل من ذلك بكثير، نحو 120 كيلومترا فقط، لأن القمر أثناء غالب الكسوفات الكلية يغطي قرص الشمس لنحو 3 دقائق فقط. لذلك يعد الفلكيون الكسوف حدثا فلكيا نادرا. فطول مدة الكسوف الكلي مرتبط بموقع القمر من الأرض من ناحية، وبموقع الأرض من الشمس من ناحية أخرى. فإن كان القمر قريبا والشمس بعيدة، غطاها القمر لأطول فترة ممكنة، وهي فرضيا 7 دقائق و32 ثانية. وقد شوهد أطول كسوف في التاريخ لمدة 7 دقائق و28 ثانية في العام 743 قبل الميلاد. وسيحدث الكسوف الأطول خلال 4000 سنة القادمة، وبالضبط في 16 من تموز يوليو لسنة 2186 لمدة 7 دقائق و29 ثانية. أما إذا كان القمر بعيدا والشمس قريبة، فإنه سيغطيها لبضع ثوان فقط، وربما لم يغطيها جميعها بل ترك حوله منها حلقة هي الكسوف الحلقي. ويتكرر الكسوف الشمسي بين 2 و5 مرات كل سنة، وليس شرطا أن يقع في نفس المكان ولا بالقرب منه. ويرى الكسوف على ضروب 4، هي الكسوف الكلي والكسوف الجزئي، الكسوف الحلقي والكسوف الهجين الذي يجمع بين الأنواع الثلاثة جميعها. وحتى يحدث الكسوف يشترط للقمر أن يكون في طور المحاق، أي بمحاذاة الشمس. أما خسوف القمر فيحدث حين يكون القمر بدرا متسقا مقابلا للشمس، فكيف يدور القمر حول الأرض؟ يدور القمر حول الأرض في شهر طوله 27.3 يوم، ويسمى الشهر النجمي نسبة إلى موقع نجم في السماء. وبعبارة أخرى هي مدة دوران القمر حول الأرض بافتراض أن الأرض واقفة لا تتحرك حول الشمس. لكن لأن الأرض تدور حول الشمس، ولأن القمر بعد 27.3 يوما لا يعود مصطفا مع الأرض والشمس على خط واحد، فإنه يلزمه أن يدور حول الأرض 2 يومين إضافيين كي يعود ويصطف معها والشمس في مستوى واحد. وبهذا يصبح طول الشمس طول الشهر عفوا 29.53 يوما، وهو الشهر الاقتراني نسبة لاقتران القمر بكل من الأرض والشمس، وهي الدورة التي تتسبب بأن يصبح طول الشهر إما 29 يوما أو 30 يوما بسبب نصف اليوم هذا. ومن النادر جدا جدا أن تتكرر 3 أشهر مكتملة أو 3 أشهر ناقصة بشكل متتال.
في حين من الممكن أن يكون أي شهرين متتابعين مكتملين أو ناقصين، كما هو الحال عندنا في شهر جويلية وأوت. وأثناء دورانه حول الأرض يغير القمر من طوره أو شكله، فيبدأ حين يلحق بالشمس محاقا، ثم ما يلبث أن يبتعد عنها بعد يوم أو يومين ليظهر هلالا في الناحية الغربية من السماء بعيد غروب الشمس. وبعد 7 أيام ينتصف القمر تربيعا أو نصف بدر، ومن ثم يتحدب عند 9 أيام أو 10 حتى يكتمل بدرا في الليالي البيض، وهي 13 و14 و15. وفيها يتسق بدرا كاملا، وبعدها يأخذ ضوء الشمس بالانحسار ليتناقص القمر حتى يعود هلالا أخيرا يرى قبل الشمس. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو عود الرطب إذا عتق ويبس وانحنى، ومن ثم يعود محاقا مرة أخرى، وبه يكتمل الشهر القمري. وفي طور المحاق يقع القمر بين الأرض والشمس، فنصفه المضاء ناحية الشمس ونصفه المظلم ناحية الأرض، وضوءه ممحوق بالنسبة لنا. أما وقت البدر فنصفه المضاء مواجه للأرض ومواجه للشمس في الوقت ذاته. ويحدث الكسوف لحظة اقتران القمر مع الشمس محاقا لا يرى منها شيئا، فإن حجب قرصها كاملا كان الكسوف كليا، أما إن حجب بعض منه كان الكسوف جزئيا. ويعد المحاق عندئذ اقتران مرئيا، لأننا نرى القمر والشمس معا. سبب ذلك يعود إلى مدار القمر الذي يميل قليلا عن مدار الأرض بمقدار 5.2 درجة، وبذلك يرتفع تارة فوق الشمس وينخفض أخرى، فلا يحجبها إلا إذا التقى معها في إحدى نقطتين على مداره، وتعرفان بعقدة الصعود وعقدة النزول. فإن وقع القمر في إحدى هاتين العقدتين وما حولها، ويسميان موسمي الكسوف، حدث اصطفاف الأجرام الثلاثة فوقع الكسوف أو الخسوف. لكن ذلك أمر نادر، إذ يرى الكسوف مرتين وخمس مرات على الأكثر في السنة الواحدة، في حين يرى الخسوف مرتين على الأكثر، وربما لم يرى في تلك السنة أبدا. تخيل أيها المشاهد كيف أن الشمس حين تكسف ترمي بظل القمر في الفضاء لمسافة قدرها 384,000 كيلومتر، لتظلل مناطق محدودة جدا على سطح الأرض بسبب صغر نهاية قطر هذا الظل. فمن الناس من يرى الشمس قد حجبت ولا يظهر منها شيء، وهم أهل الكسوف الكلي. ومنهم من يرى أن جزءا منها قد حجب فيرون كسوفا جزئيا، وهم الواقفون حول نطاق الظل في منطقة شبه الظل. وسبب قدرة القمر الصغير على حجب الشمس العملاقة قربه من الأرض 400 مرة قدر قربه من الشمس، لكنه في الوقت ذاته أصغر منها ب 400 مرة. ولذا يتماثل قرص الشمس والقمر في السماء، وهذا ما نراه في حياتنا اليومية حين يشرق قرص الشمس أو يغيب، فهو مساو لقرص القمر البدر. وهذا من تقدير الخالق عز وجل في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن الضروري جدا أن نحذر من النظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف، ذلك لأن أشعة الشمس شديدة الضرر على العينين. ولهذا فإنه ينصح باستخدام النظارات الكسوفية التي تحجب أكثر من 99% من أشعة الشمس، وترينا قرصا ضوئيا أصفر فقط محاطا بسواد تام. ولكن هذا يلزمنا تأمين النظر إلى الشمس أثناء جميع أنواع الكسوفات. دعونا نتعرف على أنواع الكسوفات ومن ثم نجيب عن هذا السؤال. يرى الكسوف على 4 أشكال. الأول كسوف جزئي، وهو مرور القمر أمام جزء كبير أو صغير من قرص الشمس، لكن أشعة الشمس الصفراء تبقى ظاهرة من الجزء المتبقي من الشمس. وفي هذه الحالة يكون المشاهد واقفا في منطقة شبه الظل على الكرة الأرضية، وليس في منطقة ظل القمر التي يكون فيها الكسوف كليا. لذلك فإنه يرى جزءا من قرص الشمس فقط. وتمثل الكسوفات الجزئية ما نسبته 36% من مجمل الكسوفات الشمسية. ثانيا الكسوف الكلي، ويحدث حين يحجب القمر كامل قرص الشمس، وتختفي الشمس الصفراء كاملة لتظهر بدلا منها أشعة بيضاء هي الإكليل الشمسي،
ولأنها أخفت بمليون مرة من أشعة الشمس فلا تظهر إلا أثناء الكسوف الكلي. ويمثل الكسوف الكلي ما نسبته 26% من مجمل الكسوفات. النوع الثالث هو الكسوف الحلقي، وهو الكسوف العجيب الذي يقع القمر فيه أمام قرص الشمس تماما كما في الكسوف الكلي، لكنه لا يغطيها كاملة، إنما يترك حوله حلقة من أشعة الشمس الصفراء، ولهذا سمي حلقيا. وسبب ذلك أن القمر يكون بعيدا عن الأرض، فيكون قرصه أصغر من قرص الشمس فلا يغطيها بشكل كامل. وبلغة أخرى، فإن مخروط ظل القمر ينتهي قبل أن يصل سطح الأرض، إنما يصلها امتداد هذا الظل. ويمثل هذا الكسوف ما نسبته 31% من كامل الكسوفات. رابعا، الكسوف الهجين، وهو يجمع أنواع الكسوف الثلاثة: الكلي والحلقي والجزئي. في بعض الأحيان يكون الكسوف مزيجا من الكسوفات الثلاثة السابقة، فيراه بعض الناس كليا وآخرون يرونه حلقيا. ومرد ذلك إلى أن ظل القمر وقت الشروق ينتهي عند حافة الأرض، ويصلها امتداده، فيراه الذين تشرق عليهم الشمس كسوفا حلقيا. فإذا ما تقدم الوقت وصل ظل القمر كاملا إلى الأرض، فرآه آخرون كسوفا كليا. ونسبة هذا النوع من الكسوفات هي 7%. لا يشك اثنان ممن حضروا الكسوف الكلي يوما أن لحظة اختفاء القمر هي اللحظة العظيمة التي لا تضاهيها لحظة أخرى. اختفاء الشمس عفوا هي اللحظة التي لا تضاهيها لحظة أخرى في رصد أي ظاهرة فلكية أخرى على كثرتها. ذلك أن المشاهد يرى كيف تنقلب قوانين الكون في لحظات ثم تعود القهقرة، كيف يبرد الجو فجأة، وكيف تعود الطيور إلى أعشاشها والحيوانات إلى أوكارها، كيف يفشل إدراك الإنسان في معرفة الوقت الحقيقي من النهار، وكيف يزحف ظل القمر مقتربا من ناحية الغرب في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان. ولو تابعت الكسوف الكلي وحولك آخرون يشاركونك المتابعة، فحينها ستصاب بالقشعريرة عندما تجدهم يتمتمون وقد أصيبوا بالذهول لما يرون من آية عظيمة. إنها الشمس التي لا تغيب، ها هي تختفي عن نواظر البشر. إنها لحظات مخيفة حقا، ولربما شعرت بما كان يشعر به القدماء، بأن السماء غاضبة، وأن ثمة لعنة ستحل بها، أو أن مصيبة أو حربا ستشتعل عندهم. فالمنظر مهيب حقا. إننا نتحدث عن الشمس العظيمة، وهل تحجب الشمس بغربال؟ كلا، لكنها اليوم حجبت، فهي ندق الطبول ونطرق على الأواني ونصرخ في وجه ذلك المعتدي كي يفلت هذه الأم ويعيدها لنا سالمة. هكذا كانت تفعل الأمم السابقة، ولو وقفت الشمس لدام الليل أبدا، لأنها آية من آيات الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ وقد أقر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالوحي مما علمه ربه بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فقطع بذلك صلة الناس بالكواكب، وقضى على التنجيم والخرافات، وأسقط آلهة النجوم والكواكب والمعبودات التي لطالما عبدها الناس ظنا منها أنها الآلهة. العزى هو الصنم الذي بنته قريش لكوكب الزهرة، ومنات هي صنم القمر، وكانوا يؤلهون الشمس فيسمون أبناءهم عبد الشمس. وعند المصريين كانت الشمس هي الإله الأكبر رع، وهي الإله ميثرا عند فارس والهند، والإله أوتو عند السومريين، وشمس أو شماش عند البابليين والآشوريين، وهي الإله هيليوس عند اليونان، والإله سول إنفيكتوس عند الرومان، وأخير هي إله أماتيراسو عند اليابان. ولما كانت الشمس تكسف في سماوات تلك الأمم، كانت دون شك بالنسبة لهم رسائل من الآلهة إلى البشر الضعاف على الأرض: أن قد رضيت عنكم أو لم أرضي. وقد اندلعت حرب في القرن السادس قبل الميلاد بين قبائل الميديان بزعامة القائد سياكريس، وقبائل الليديان بقيادة الملك أليتيس، امتدت 6 سنوات وانتهت إلى الأبد باتفاقية سلام بينهما يوم كسفت الشمس وهم يتقاتلون.
من المعلوم بالضرورة أن النظر إلى قرص الشمس غير ممكن بالعين المجردة في أي وقت من أوقات النهار عدا بعض لحظات غروب الشمس فقط، ففي ذلك خطر عظيم وضرر أكيد على العين. لذلك وجدت وسائل آمنة يمكن الاستعانة بها تقي من ذلك الضرر الناجم عن شدة إضاءة الشمس الساقطة على العين. ولهذا فعلى كل من رغب برؤية الكسوف التخلص من أشعة الشمس أن يضع الفلاتر التي لا تبقي أمام عينه سوى قرصا أصفر أو أبيض بلا أشعة، وهو قرص الشمس المفلترة. ومن أفضل أنواع الفلاتر المرشحة لأشعة الشمس النظارات الكسوفية، وهي نظارات بلاستيكية تصنع وفق مواصفات عالمية، فيها طبقة من الألمنيوم العاكس لامتصاص الأشعة الضارة والحارقة. وهذه النظارات ترشح من ضوء الشمس أكثر من 99%، وبذلك هي الأكثر أمانا على الإطلاق، حيث تحمي أساسا من كافة أنواع الأشعة بما فيها الأشعة تحت الحمراء التي تعد المسؤولة عن حرق الشبكية في حال نظر إليها الشخص بعينه المجردة أو بوسائل غير آمنة لفترة طويلة، وهي نفسها المستخدمة بحجم أكبر أمام المناظر والتلسكوبات لذات الهدف. من أغرب الأمور التي يمكن أن تشاهدها أثناء الكسوف، خصوصا حين تصبح الشمس هلالا رافعا، هي الظلال الحادة. فالشمس هي أقوى مصدر ضوئي على الإطلاق، لا يفوقها بذلك أي مصدر صناعي، لكنها تعرف في ذات الوقت بأنها مصدر ممتد، أي أن الضوء يصدر عنها من أكثر من نقطة يمنى ويسرى، فيجعلها تظهر للأشياء في الأوقات العادية ظلالا وأشباه ظلال. فتظهر الظلال بلا حدود واضحة، ولو حاولت أن تقيس طول ظل عصا لوجدت ذلك صعبا بسبب عدم وضوح أين تقع نهاية الظل. وأثناء الكسوف ستلاحظ أن لون الظلال يميل إلى السواد بشكل كبير، وأن حافة العصا أصبحت حادة جدا، يمكن الجزم بأن ظلها يبدأ من هذه المسافة وينتهي بتلك. والقول نفسه إن أردت أن ترى ظل شعرك على الأرض فهو لا يرى في الأيام العادية تحت الشمس، وهذا ما يميز الكسوف الذي يمكنك من رؤيته وتحديده على الأرض بكل وضوح، فقد أصبحت الشمس مصدرا ضوئيا نقطيا ولم تعد مصدرا ممتدا. تشهد دول جنوب شرق آسيا وبعض الدول العربية مثل دولة قطر صباح يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 كسوفا حلقيا يغطي ما مقداره 98% من قرص الشمس في منطقة ذروته جنوب دولة قطر، في حين يرى كسوفا جزئيا بنسبة 96% في مدينة الدوحة وضواحيها. وستظهر الشمس في تلك اللحظات هلالا دائريا رفيعا يغطي معظم قرص الشمس ليخيم معه أول الظلام بعيد الشروق بقليل، ولن يتكرر هذا الكسوف الحلقي في هذه المنطقة لعقود قادمة، لذا يعد أحد أندر الظواهر الفلكية التي تعبر البلاد وننصح بعدم تفويتها. ويرى الكسوف الحلقي في مدينة الدوحة منذ لحظة الشروق في تمام الساعة 6:17، حيث تشرق الشمس مكسوفة على شكل هلال سميك، ثم يبدأ القمر بتقدم أمام قرصها إلى أن يغطي 96% منه، لتظهر وقتها على شكل هلال دائري رفيع جدا، وذلك في تمام الساعة 6:35 صباحا عند ارتفاع 3.3 درجات من الأفق. وستكون هذه اللحظات فرصة حقيقية للمصورين وهواة المناظر الطبيعية أن يلتقطوا الصور الجميلة للشمس المكسوفة مع المناظر الأرضية المختلفة. وبعد ذلك يأخذ الكسوف بالتراجع في أطواره نحو هلال شمسي أسمك فأسمك، ويكبر الجزء المضاد من قرص الشمس شيئا فشيئا حتى ينتهي الكسوف في تمام الساعة 7:50 صباحا، وتعود الشمس قرصا كاملا لا نقصان فيه. ويستمر الكسوف الجزئي في دولة قطر منذ لحظة شروق الشمس الأولى وحتى نهايته 1:33، وستكون أطول مدة يراها الراصدون من جنوب قطر للكسوف الحلقي 2:59 في منطقة أبو سمرة وطريق الإمارات القديم.